السلام شباب، اليوم راح نتكلم عن طريقة تفريغ الذاكرة بالنسبة لكورج الام جي 1000. راح اعمل الشرح على الفور اكس، بس كله نفس الطريقة، سواء كان فور اكس ولا الالف العادي او الام جي 1000 فور اكس. فالطريقة عندك بتروح عندك على اي صوت بالنسبة للشاشة، وبتختار مثلا صوت من الفاكتوري، وبتحدد، وبتروح على السهم اللي فوق وإيديت ساوند، تفتح معك هاي الشاشة، وبتروح على ريكورد، ومن ريكورد بتروح على سهم صغير وديليت، وتعمل اول عساس انه يفرغ لك جميع السامبلر او الاصوات، والذاكرة تصير عندك زيرو. تعطي اوكي يفرغ لك كل شيء بالجهاز بالنسبة للستايلات والايقاعات اللي في اليوزر. الحين بطلع فوق وبعمل اكزت ويس، اجين اكزت يس. الان اذا بدي انا انزل برنامج جديد على الكورج الالف او الفور اكس، بتشوف انت وين مخزن برنامجك، تروح على ميديا، اما بكون برنامج على اليو اس بي او على الديسك، فرضا كان على اليو اس بي، اخترت انا البرنامج. بعد ما اختار البرنامج اللي بدي اياه، فرضا هاد اخترت انا البرنامج، بروح على كلمة لود وبعطي يس، وبنتظر عليه 3-4 دقائق، وبعمل عملية تنزيل البرنامج كامل. فبكون عندك موجود في اليوزر الايقاعات تتنقل فيها زي ما بدك، وموجود عندك الاصوات برضو بالبنوك حسب. بهاي الطريقة احنا عملنا تفريغ للرام ونزلنا برنامج جديد. ممكن انت تنزل البرنامج عن طريق الباك. طريقة تنزيل البرنامج عن طريق الباك، بتروح عنده على ميديا. اذا بدنا ننزل البرنامج عن طريق الباك، ميديا يوتيليتي، الخيار اللي بالنص على اساس تنزل البرنامج اكسكيوت، تختار انت البرنامج، بتعمل ريستور، تعطي يس، بينزل لك البرنامج طريقة باك مش دوت ست. بهاي الطريقة انت نزلت البرنامج عن طريق الباك. فاهم شيء انك لما بدك تنزل برنامج جديد تفرغ الرام، لانه ما بصير انك تنزل برنامج وانت مش منزل مفرغ الرام، على اساس في حالة نزلت البرنامج ما راح الاقي مساحة، وراح يطلع عندك البرنامج بالنسبة للايقاعات والاصوات مخربطة. يعطيكم العافية.